في أول امتحان بعد جائحة كورونا والعودة للنظام العادي، نتائج مرضية للتلاميذ في الطورين المتوسط والثانوي، حيث فاقت أغلب العلامات المعدل خلال الفصل الأول، غير أن نتائج تلاميذ الطور الابتدائي عرفت تراجعاً نوعاً ما. أنا نتوقع نتائج كارثية، احنا في الابتدائي ربما يعني أقل كارثة، يعني حتكون يعني متوسطة، لكن متوسطة يعني عكس ما كنا نتوقعه وعكس ما كانت النتائج في السنوات الثلاثة الماضية. وإذا كانت نتائج التلاميذ مقبولة في غالب المواد التعليمية، تبقى الرياضيات والفيزياء والفرنسية الهاجس بالنسبة لتلاميذ المتوسط والثانوي. كان المات وفرنسي هما اللي مخدمت فيهم، أما الباقي كما خدمت فيهم مليح. ما خدمناش فرنسي ورياضيات، باقي المواد كاع من فوق 15 وطلع. كاين تلاميذ تحصلوا على علامات 19 في الاختبار، ليس بتلميذ ولا اثنين. كاين تلاميذ يتحصلوا على معدلات 10 12، كاين تلاميذ تحصلوا على معدلات دون الوسط. لكن نحن هذه النتائج دائما نشاهدوها في الفصول الأولى، رب ضرة نافعة. كاين تلاميذ هذا الصدمه هذه تاع النتائج الضعيفه تخليهم يفطنوا، تخليهم يرغبوا باش يحسنوا ويعرفوا باللي عندهم امتحانات مقبله، عندهم امتحان بكالوريا. عوامل عده من شانها التاثير على نتائج التلاميذ خلال الفصل الاول، زياده على كثافه الدروس مقارنه بسنوات الجائحه، ليبقى الفصلين الثاني والثالث فرصه لتدارك نقائص الفصل الاول.